نحن في الأردن عندنا ثراء ومخزون جيد من الصخر الزيتي، ويمكن أن يعطينا طاقة كهربائية لسنوات عديدة في المستقبل، قد تزيد على مئات السنين. أول منجم لتعدين الصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران، يعتبر أكبر منجم في الأردن من ناحية الإنتاجية ومن ناحية المساحة ومن ناحية الأعمار. حالياً يوجد في المشروع حوالي 80 آلية خاصة في التعدين، منها 38 آلية تحميل. نحن في مختبر شركة العطارات، نعتبر أحدث مختبر لتحليل الصخر الزيتي في منجم العطارات، ومختبرنا كان له الصدارة بالأردن بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي، وكان المختبر بشهادة مؤسسة مواصفات والمقاييس اللي قدر يحصل على الاعتماد خلال 4 أشهر. أن الأردن هو من أغنى 7 دول في العالم في الصخر الزيتي الذي يمكن أن ينتج منه النفط، وبالحرق المباشر يمكن أن ينتج الطاقة الكهربائية. إحنا بنفكر بهذا المشروع أنه أمن واستقلال، أمن طاقة. بدأنا بخطوات لإنشاء أول محطة كهربائية على الحرق المباشر للصخر الزيتي في المملكة الأردنية. بدأ العمل فعلياً اعتباراً من تاريخ 16/3/2017، وما زال العمل قائماً. هذا المشروع بعد الإنتاج سينتج كهرباء لمدة 30 سنة، وممكن تمديد عمرها إلى ما بعد ذلك. هذا المشروع كلفته الكلية بحدود 2.1 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ المملكة الأردنية. فوائد المشروع كثيرة، كما ذكرنا هو مصدر وقود محلي، بنحول هذا الصخر الزيتي إلى كهرباء، استفادة من الصخر الزيتي في خلطات الإسمنتية المختلفة، مواد البناء، مواد العزل. فوائد كثيرة، فرص عمل عديدة. بعد تشغيل المشروع سيؤمن هذا المشروع 1500 فرصة عمل للأردنيين. قامت شركة عطارات للطاقة بتوفير المباني السكنية لجميع الموظفين، وزودت شركة عطارات للطاقة جميع هذه السكنات بالأثاث الفاخر، فإن هنالك ملاعب أرضية.